بعد المشاكل الكبيرة اللي صارت لي مع الجواز قدرت نسافر قطر في آخر لحظة. كنت بزاف صعبة إنك تأخذ تذكرة من موقع تاع الفيفا. بعد ما دخلت الصطاد لقيت المقعد تاعي في المكان الخطأ مع جمهور قطري. المهم إن شاء الله نربحو. ضرب ونجح هذا ديروه عطيه صفرة. على ما عطيتو صفرة دوكا على ما تعطيش صفرة اكتو العيد هو دوك يعطيكم دوك يعطيكم دوك يعطيكم بونجاح دوك يعطيكم زوز مين احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قال لي زوز عندهم ثقة بالنفس هذو يو 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 يا ابراهيمي ايوا ستبكي يا صديقي ستبكي كثيرا ستبكي عين سكارة بالغيرين كابتن ماجد شفت كابتن ماجد هذا اليكم من جديد ما عرفتش كابتن ماجد هذا الموجه داروا الموجه جايه جايه هاي راحت لي نعسانين جاتي فاشلة بزاف الموجة جات هنا وقفت غير انا شوفها هاي جاية تبعوني برك تبعوني ستأخذون ثلاثة كرامة ينقلق من داخل لازم تتماك العصابة بوزع قربت لهم وين بونجاع طاح كوفرون ان شاء الله تدخل ونفرعونو ليو لاباس كان قادر يسجل هاي ايش رايك في الجزائر لحد الان وحوش لا والله وحوش مباراه قويه مباراه وايد قويه إذا أتوقع بشجع الجزائر إذا توصل النهائي إن شاء الله رايك رايك بالمنتخب منك طريعة منتخب كم قطري مليح ولا غير مليح
روح 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 ليها مك. علاش تسمع فيها؟ روح تروح ليها شي يجي لك تخلي مين يفرحوا. فانا ديسيديت قررت نبدل المكان روح. قررت نروح مع الجزائريين ايه ما جبتنيش البلاصه هذه العيط هاي بنزها انا ندير في دوره في الرواق هذا خلاص وشوف منين خرجت منه واش جزائريين وين شو المشكل هنا كان غير قطريين ما نقدرش ننزل عندهم راهي ضيقت لي هنا كي مانيش نعيط اخواتنا التيريا نلحق ان شاء الله دو زيرو بزاف على سيدي بن بطوطه سلام اخويا الحمد لله مرحبا بك في قطر الله يعني غير شرفتنا انسان ما شاء الله عرفت بالجزائر والله غير انا افتخر بك هاي صلاة مربوحة هاي هاي راح نبداو الصوت الثاني شوف 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 هنا الغاشي هاي اخويا هاي كيما كان الحال درت تيكي تاكا وصلت الجمهور الجزائري والمتعة والإثارة ما تحبسش راني جيتك من هنا وين جزائريين شوف 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 وجاه راسك عدلو شويه المره الجايه باش كي تيري تيري هاك المره الجايه مليح 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 مش بعيد البيت مش بعيد كل ما نقرب انا للتيرا كل ما يقرب البيت دوك نعطيه مركب عندك كيس قدم براحتي ما كانش باكستان يا صاحبي جيتي قطر جيتي باكستان وجيتي Oh!
30 دقيقه كامله قدروا يماركيونا ونقدروا ماركيوني صعب ربي ان شاء الله ماركيوني. هذه واحده. الحاجه الثانيه ونجاح مسكين بيعين بيعين زيدونا الدوزيام خلينا نروح الروح غير بوزيشن Yeah!
خصني صفر ها فهمت هكا ما يبقاش بالو انتهت المباراة وانتهت معها لحظات لا تنسى. شعب قطري محترم وراقي مع شعب جزائري سخون وعشق للكرة. أفضل حاجة أنه لما تخرج تلقى الخاوة مجتمعين في بعضهم. كرام خشنا وصدق شمع رأي خوفنا هنا يوم